محمد عيسى فعلا شيب يا رجل فعلا والله ترى شيب صدق. واحمد عبد الرحيم اول ما بدا البرنامج الولد ما شاء الله جنتلي ومزيون هي. الحين وجهه شين بشيء اعوذ بالله والله شان وجه المسكين قام للتعريف قال هذا وشو وجهه شان صار في شيب هنا ايه كلهم راحوا فيها راح طلب استئذان طلع الاعداد تقول كانهم عصافير طاحت في ماء تنتفوا والله العظيم لكن بنشوف الان محورنا القادم عن أمسية نواف المخلفي يلا بسم الله هذه الأمسية أمس أقيمت والمتابع فرح بها الحقيقة لا على صفة الشعار ولا على المقدم المقدم ما شاء الله عليه نواف متحدث لبق وأنا انتظرت أني أسمع شيء لكن اصطدمنا بالمشكلة الأزلية في جنتل مشكلة المقاطعات ومشكلة عدم احترام الزملاء مشكلة عدم احترام أيضا الموهبة التي تعد يعني هم ما يحترمون ربعهم بالعربي سلطان ها سلطان سلطان من سلطان آل سعد تبغى في غرفة التواصل يحتاج طيب ما ردك يا عادل بالله شوفوا لنا سلطان آل سعد سلطان آل سعد مطلوب في غرفة التواصل يبغى عادل بنيف غرفة التواصل لها اسم ثاني وشو يا ابو حزام تحدى كم في شروم كفو بس شفت والله أمسية نواف المخلفي أمس فيها مشكلتين للأمانة المشكلة الأولى عدم الترتيب من المتسابقين الموجودين اللي ما لهم علاقة في الأمسية ممتاز ما ساعدوا صراحة نواف مجتهد الأمر الثاني عند نواف المفروض كان نواف محضر أكثر يشكر على المبادرة لكن المفروض أنه كان محضر أكثر وجلست معه ترى تحت الهواء وبلغته بالشيء هذا كان ودي يكون محضر أكثر مع الشباب ممتاز ووعدنا إن شاء الله في أمسية قادمة ممكن خلال الشهر القادم باذن الله وبحيديها ان شاء الله بشكل افضل يا ليت الامسيه تكون نواف اهم شيء ويمكن فات على اخوي عادل انه يذكرك انك تكون لحالك أيوة. يمكن احسن ترى بدون حضور بدون حضور ولا يجون هنا اي ولا نستضيفك هنا نعطيك الساعه ما عندنا اي مشكله شيء في صالحكم وبيساعدكم ترى احنا جاهزين نعطيك فتره كامله نجيبك هنا احنا نكون وصدقني بنكون يعني مستمعين جيدين وبنتفاعل معك ان شاء الله يعني انت تقول ان ما في امل انهم يقدرون يقيمون امسيه دام هذا اللي عندهم موضوع صعب صح انا اقتر عليه يجي مكانك يا سالم أيوة. نواف ويجيب الشعراء الاربعه اللي معه واثنين هنا واثنين هنا ويقدمون امسيتهم بالشاشه هناك زوم تصير موزون السؤال اللي يطرح نفسه كم في شاعر في النسخه ما اللي معنا الان نبي نشوف الحين دقيقه بس كم شاعر في النسخه شاعر عندي عبد الله بن بندر الحافي ونعم فيهم وعندي سلطان الواهبي امس كتب كلمات نسمه طيب وشالها سعد الطويل سلطان الواهبي ترى مو بس ومن بعد ترى شاعر ومن بعد يا سالم صغر سنه لكن شاعر ومن بعد اثنين هم بس اثنين اي هو اثنين تقريبا اللي انا اعرفهم ملي كتب